برحب بيك يا كابتن اسامه، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن بدر رجب، يعني اللي في اول سنه ليه مع قطاع ناشئين بالنادي الاهلي بيحقق بطوله المواليد، بطوله الجمهوريه مواليد 2007، شغل كبير على مدار الايام الماضيه، بيكون الناتج بتاعه هو المشهد ده واليوم ده. كابتن بدر برحب بيك وبرحب بال يعني طبعا هداف الفريق رغم الاصابه، اللي كان حريص النهارده ان هو يكون موجود معانا ويحتفل مع الفريق محمد تاها. كابتن بدر، مجهود كبير بيتلخص دايما في المشهد الاخير وهو لحظه التتويج. الحمد لله طبعا على كل شيء، ومبروك لرجالتنا وولادنا طول الموسم. الصعوبه يا فاروق زي ما انت عارف مش ان انت تاخد بطوله، ان انت تحافظ على بطوله، ودي السنه الثالثه للتوالي لهذا الجيل ان شاء الله. احنا بنوعد مجلس الاداره وجماهير النادي الاهلي ولجنه الكوره ان احنا عندنا لعيبه ان شاء الله تبقى في القريب العاجل الفريق الاول ان شاء الله، يمدوا الفريق الاول، وده المهم بالنسبه لنا. وانا شخصيا بهدي الفوز ده لتاحة ابني وحبيبي الموهوب القادم ان شاء الله ربنا يشفيه. وقد ايه كان الاولاد عايزين النهارده بيلعبوا بروح قتاليه جدا رغم المعاناه اللي عانوها اثناء المباراه، عشان يهدوا الفوز ده لتاحة ويفرحوا تاحة، وان شاء الله ربنا يشيل عنه الاصابه ويرجع تاحة بتاع الاول، لان تاحة ده بالنسبه لنا من اللعيبه المهمه جدا جدا في النادي، وان شاء الله امل النادي في السنين القادمه. تاحة شايف في عيونه بقى فرحه، يعني بقول دموع الفرحه النهارده، النهارده تعب الموسم كله، اللعيبه النهارده بتكافئه وبتدي له البطوله. تاحة ده مش عشان هو موجود، يعني من الناس اللي ليهم معزه خاصه في قلبي. في لعيبه بتبقى بتاعه النادي الاهلي، يعني تمتلك روح واصرار وعزيمه ورجوله النادي الاهلي. تاحة احد هؤلاء الابطال في النادي الاهلي، يعني احد هؤلاء الابطال، ان هم ان شاء الله يبقى ليهم، بقول لك دور كبير جدا الفتره الجايه ان شاء الله بعد ما يشفى ويخف. وانا نيابه عن نفسي بهدي الفوز ده، وهو هداف الفريق، وبهدي الاولاد ده الفوز، وده مش تعبنا لوحدنا، احنا بنكمل تعب الناس اللي كانت شغاله قبلينا، فعلا بنكمل بعض، لان ده مش مجهودنا لوحدنا، احنا لسه جايين السنه دي، ده شغل ناس كتير اشتغلت قبلينا. هو ده النادي الاهلي، ان احنا كلنا بنكمل دور بعض. كابتن بدر رجب جاي بحلم واحلام كتير جدا بيحققها داخل بيته، بيت الكبير، بيت النادي الاهلي. خليني اقول لك يا فاروق، المهمه صعبه جدا، لكن انا بعتمد على رجاله شغالين معايا في القطاع، سواء كابتن وليد سليمان او الكابتن محمد شوي او بقيه الاجهزه الفنيه والاداريه اللي موجوده. وخليني اقول لك ان انا امتلك لعيبه ان شاء الله في القريب العاجل، عاملين برنامج خاص باللعيبه اللي هم الموهوبين اللي عندنا في القطاع كله، وهشتغل معاهم بنفسي انا وشوقي، وان شاء الله نعمل حاجه للنادي الاهلي. اتمنى ابقى عند حسن ظن مجلس الاداره، ببارك الكابتن محمود الخطيب اللي دايما كان ورانا وعمره ما بص النتائج قد ما كان بيبص الاداء، وان احنا نصعد لعيبه الفريق الاول، وده اخر حاجه اجتمع بينا وقالها لنا، انا عايز لعيبه الفريق الاول بغض النظر عن النتائج، وعشان كنا كده بنلعب باريحيه كبيره جدا، ان احنا ما بنضغطش الاولاد، الفوز هيجي بالاداء كويس، وده اللي احنا اديناه النهارده، ونستحق الفوز ان شاء الله، وان شاء الله اعوام قادمه للنادي الاهلي قادم بكورك يا كابتن بدر. وعايز اروح لتاحه، تاحه مليون مبروك يا تاحه،